So these delays lead to improper treatment, causing failures, triggering introducing production chemicals optimization on Delphi. Right here you can see the relevant support structure. من خلال معرفة المشاكل المعينة وروح أعالجها بشكل مباشر. 52 معدة في خلال السنتين في الروح من النظام القديم للنظام الجديد. ببساطة الورشة اليوم هي عبارة عن توضيح الخدمات اللي شركة SLB أو شلمبرجي بتعطيها غير موضوع الحفر. عندك بعد الحفر وبعد موضوع البير المكمن والبير عندك كل البايبات والبروسيس فاسيليتيز اللي بتنقل البترول اللي بعدين يستخرج ويباع. فنحن كSLB استحوذنا على شركة اسمها كامرون من سنوات ماضية وهي متخصصة بهذا الموضوع. فأنت عم تجيب شركة SLB اللي عم نحتفل نحن سنة 2023 بوجودها 85 سنة في العراق. فالخبرة اللي عنا ووجودنا في العراق مع الخبرات الجديدة اللي اكتسبناها من شركات استحوذناها في اللي هي كامرون هذا بتعطي الحلول للي الشركات العراقية بتحتاجها ونساعدها فيها لاستخراج النفط وبيعه في آخر السوق. To production chemical optimization, but not just traditional production chemical optimization. I'm going to talk to you about the digital. هي الحقيقة شركة شلمبرجر سباقة بموضوع دخول التكنولوجيا الحديثة لكل الفاسيلتي اللي موجودة بالقطاع النفطي. يعني أحب أعرج على موضوع مهم ورئيسي هو يخص اختصاصي الحفر والاستصلاح. كان التسليط الضوء هو على دخول التكنولوجيا الحديثة الأتمتة الرقمية لكافة الفاسيلتي اللي موجودة بالقطاع النفطي. طبعا هذه هي التحويلة، يعني هي انترناشونال عالمية بدأت تتحول رقميا لكل القطاع النفطي. الحقيقة احنا نحتاج الى بعض معلومات اكثر من شركة شلمبرجر تسلط الضوء على هذا الموضوع اكثر لغرض انه تصير اكو رؤية متكاملة على موضوع التطور الرقمي واللي ندخله من ضمن يعني نشاط صناعة النفط الخاص بنا. مشاكل هذه الورشة أهميتها أنه هي تعالج المشاكل اللي موجودة حاليا في المنشآت السطحية الميد ستريم اللي هي ما بين نقل النفط إلى مراكز تصفية، وتعالج الأمور اللي هي تختصر الوقت وتقلل الكلف. كل ما يقلل الوقت هو يقلل الكلف إن شاء الله. أكيد هناك كوادر يتم تهيئتها والعمل على هذه التقنيات بالتعاون مع الشركة إن شاء الله لاستغلال هذه الفرصة وتطوير الكوادر والوصول إلى الغاية المرجوة من هذه الورشة إن شاء الله. هي وصوله للمستودع وتصفيته من الماء أملاح وجعل المعايير يوصل البترول لمعايير البيع اللي هي بتحتاجها الدول الخارجية. فهذا هو اختصاصنا نحن اليوم. الأشياء اللي منجيبها الأشياء المتقدمة من تكنولوجيا هي أنه مثلا ممكن تأخذ جهاز كان يأخذ تقريبا 20 أو 30 متر وتصغره وتسويه بخمس أمتار باستخدام تكنولوجيات داخل الأجهزة وتصغير المكان وتصغير الأسعار التكاليف وهذه الأشياء. الموضوع الثاني اللي منجيبه هو موضوع الديجيتال أو الرقمية اللي هي تعرف لما يصير في أي مشكلة بالجهاز هذا بيوقف النفط وبيصير في خسارات. فموضوع التقنية والرقمية التكنولوجيا مندخلها بتساعد على استمرارية الاستخراج والتصدير للبترول. لازق علينا اويل ورحت شطفتها والميه رجعتها تاني باك. حضورنا اليوم كممثلين عن شركة نفط ذي قار لحضور ورشة شركة شلمبرجر بخصوص معالجة النفط وصولا إلى خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات، تقنيات حديثة تختصر الوقت تقلل الكلفة. احنا نشكر شركة شلمبرجر، هي شركة سباقة بهذا المجال تستخدم أحدث التقنيات البرامجيات الحديثة كمان. الدولة مش ساحلية والأكسسبيليتي على البحر
إيصال المعلومة والمشكلة أول بأول للناس التخصص عن طريق الديجيتال الرقمي، هو هذا كان أحد الحلول السريعة والآنية للمشكلة. قبل تعرف حضرتك كنا نستخدم الفاكس أو الرسالة أو كذا الورقيات، هسه الموضوع الديجيتال صار أكثر تعمق، يعني موضوع يعني أشاروا بالسلايتات كل شيء أنت تقدر عن طريق الموبايل، الموبايل هو يعني أكثر الفاصلتي اللي جاي تقدر أنه تسوي لك حلول سريعة آنية. هذا الموضوع إحنا دخل عندنا، إحنا عندنا هسه في مجال الحفر والإصلاح إحنا عندنا يعني في منظومات الريل تايم اللي هو يعني الوقت الحقيقي، يعني الوقت الفعلي للعملية ده تصير على الرج أو على الموقع، توصل أول بأول لأقصى درجة يعني من بعد كمدير أو كشخص متابع للعمليات. فلذلك التحول الرقمي ودخول التكنولوجيا لكل الفاصلتي بالقطاع النفطي هسه إحنا وقفة ضرورية لازم نعمل على الإسراع بتطويرها. بالنسبة إن إحنا ك يعني كدولة دخلنا يعني هاي 15 20 سنة صار عندنا تحول كلش كبير في المعلوماتية، في تطوير الفكر الفني للناس العاملين، فهذا الموضوع نحتاج بعد به خطوات أخرى. إحنا نحتاج مثل هاي الورش أكثر وأكثر وأكثر تعمق وأكثر تفاصيل. حقيقة شلمبرجر يعني من الشركات العملاقة اللي لها باع طويل ويا شركة نفط البصرة، وخصوصا هي التشغيل الرمادي اللي أنا أحد مدراها. الطرح اللي موجود اليوم هو واقعا موجود عندنا بالرمادي، والتكنولوجيا الجديدة اللي أول ناس اللي احنا دخلناها الرمادي مثل ما قلت لك يعني شلمبرجر حققت نجاحات فائقة بالرمادي، واللي يتمم نجاحاته هي هاي اللقاءات اللي تجمع الناس. احنا كرمالة يعني عندنا شغل وياهم الحمد لله، لكن هاي اللقاءات تقرب وجهات النظر. ممكن انا الناس المدراء اللي بس اشوفهم بالايميلات ما اعرف حتى صورهم حتى كذا، يوم يعني فرصه سعيده انه انا اتعرف بيهم ويكون لقاء جدي. مشكله الرمال عندنا يعني الوتر كت كلش عالي، نسبه الاملاح اللي هي الماء بالنفط كلش عاليه، لذلك احنا يفترض نخلي حلول. احد اهم الحلول اللي هي بروديوس ووتر انجكشن وبروديوس ووتر تريتمنت، الحلول اللي هسه طرحت بالبرزنتيشن مال شركه شلمبرجر اللي تفصل لنا الماء، تحسن لنا النفط، وبالتالي يعني نسيطر على عملية إنتاج النفط. موضوع الميدسترين، الميدسترين مصطلح جديد أول ما نتطرق له بالصناعة النفطية بالعراق، استخدام التقنية الحديثة. اللي لاحظناها خلال الورشة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تقليل استخدام الطاقة بالعازلات النفطية. تقنية يعني مطورة وحديثة لشركة شلمبرجر هي تعني بتسريع بعجلة تطور الصناعة النفطية. فأنا أشوف نظام يعني تحديث نظام الميد ستريم اللي هو يشمل الخزن والنقل، الورشة هاي مفيدة نستفاد منها لدعم تطوير إنتاجنا بالحقل. شنو المتغيرات اللي تصير علينا؟ فبالنهاية راح أوصل إلى الورشة اليوم تتحدث عن فجزء جدا جوهري في مرحلة سير النفط خلال من الآبار إلى التصدير. المرحلة هي مرحلة استلام النفط من الآبار، تصفيته وتكريره وإرساله للمصافي للتكرير الأكثر ويكون مادة قابلة للاستخدام المنزلي. هاي المرحلة هي حرجة جدا لعدة أسباب. أولا هي أول مرحلة لاستلام النفط من المكمن وما يحتوي على مواد سامة، مواد تفاعلية، مواد مضرة للبيئة وللناس. فمن الجوهري جدا أن تكون العمليات والعازلات الموجودة هناك ذات مواصفات عالمية، إضافة إلى المتابعة الحثيثة على دقتها بالعمل.
من ناحية التطبيق والمنظومات حاليا، هاي المنظومات اللي دا تنعرض اليوم اللي هي الأب تو ديت بآخر إصدارات بآخر تقنيات موجودة في العراق، تعمل في العديد من الشركات النفطية الوطنية والاستخراجية الأجنبية التي تعمل كمشغلين في العراق. إضافة إلى هذا الجانب الرقمي من المنظومات من ناحية المتابعة التحليل والتنبؤ من المشاكل القابلة للحدوث خلال عملية تكرير النهضة. This collaborative digital solution leverages edge and cloud intelligence, real-time monitoring as well.